تعرف مين هي الشهيدة العراقية اللي أغضبت أمريكا غضب شديد؟ دي جميلة الجميلات ليلى العطار، وملقبة بسيدة الهدوء بالشرق الأوسط، ومن مواليد سنة 1944 بمدينة بغداد. ليلى كانت بتحب الفن والرسم من وهي طفلة صغيرة، وفازت بجائزة المسابقة العالمية للأطفال واللي أقيمت في الهند. وفي سنة 1965 اتخرجت من كلية الفنون الجميلة، وتزوجت وأنجبت 3 أطفال، وشاركت في معارض فنية كتير بجميع الدول العربية. وفي سنة 1993 قامت برسم صورة لجورج بوش على الأرض في مدخل فندق الرشيد ببغداد، عشان كل شخص يدخل الفندق يدوس عليها، وكتبت تحت الصورة المجرم جورج بوش أمريكا بقى ما سكتتش، وأرسلت طائرات حربية وفغارة جوية تم قصف منزلها ببغداد بثلاث صواريخ، فتوفت على الفور هي وكل أفراد العائلة، وتم إزالة اللوحة سنة 2003 بعد الاستيلاء على العراق، وأطلقوا عليها بعد وفاتها شهيدة حلم بغدادي.